السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في زد تي في. أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. قبل كل شيء أشكركم على تفاعلكم الإيجابي حول عدة فيديوهات، وخصوصا بيع شقة بمراكش. ونزولا عند رغبتكم، سنقدم لكم اليوم نموذج أو نماذج أخرى في مجال العقار. الجزء الأول نخصصه لشقة بحي الازدهار بمراكش مرة أخرى في طور الإنجاز النهائي، يعني يبقى لها غير لافينيسيون. والجزء الثاني غادي نشوفو دوبلكس رائعة بعمارة أخرى جاهزة للبيع. إذن على بركة الله. ها لاسونسور، كاينين ثلاث شقات، ها الدخلة، ها الصالون، هذا صالون كبير اللهم بارك، في صالة عصرية، القبس ديكور سامبل هو المطلوب في الوقت الراهن، نوافذ كلها شكل عصري وكبيرة. هذا حمام مجهز بجليز مستورد من إسبانيا في طور الفينيسيون. هذا المطبخ كويزين إيكيبي، يعني كاملة مكمولة، فيها بالكون ومكان لكليم. ندوزو نشوفو غرفة الأطفال، كتوفر على بلاكار، غرفة الأبوين أو العروسين، بيت النعاس بالحمام ديالو، تتوفر على بلاكار. نمشيو نشوفو الدوبلكس. بسم الله، هذه شقة دوبلكس الصالون. هذه لاكور صالحة للمنشير، صالحة كتعطي الشمس. مطبخ عصري مجهز وجميل ومتسع. نطلعو نشوفو غرف النوم، ديبلكس مشمشة وقريبة لجميع المرافق اللي كنحتاجو.
هذا الحمام مريح وجميل. هاد النبوذج اللي كنوريكم دابا فيها ثلاث غرف، بيت النعاس وفيه بلاكار كبير. هذه غرفة أخرى وهذه الغرفة الثالثة كما كتشوفوا، وكما قلت لكم الشقة مشمسة. إذن بالنسبة للديبلكس كاين فيهم مساحة كتراوح بين 90 حتى 135 متر مربع، كاين اللي فيهم غرفتين وصالون، كاين اللي فيهم ثلاث غرف وصالون، وكاين اللي فيهم أربع غرف وصالون. السعر كيتراوح بين 9000 درهم إلى 10000 درهم للمتر مربع. اللي عجبته شي حاجة أو تقلب على شي حاجة للشراء يمكن له يتواصل مع الحاج عبد الله، الرقم ديالو هو 0671-08-38-45. مبقى لي ما نقول لكم إلا الله يسهل عليكم في السكن اللي كتتمناو، وفي انتظار نهيئ لكم عقار آخر. في أمان الله وإلى اللقاء.